نتواصل معكم أعزائي المشاهدين إلى فقرتنا التالية، فقرة جميلة ورائعة بإعطاء الأطفال فرصة لاستكشاف مواهبهم. ونكون الآن مع جولة في الاستديو معي أنا وعبد الرحمن وأيضا صديق الأطفال الحلو طيوب. يلا نبدأ نتعرف على الأطفال المتواجدين معنا في الاستديو. يلا تعالوا بنشوف ذيلا هنا ما شاء الله يلقون. طبعا نتعرف على الحلوة اللي معانا، اسمك؟ وجدان. وجدان كم عمرك؟ ثمان سنين. طيب تفضلي على المسرح معايا، تعالي يا وجدان. تفضلي لهنا. ايش رسمتي يا وجدان؟ بيت وايش؟ وشجرة وزهور. وزهور، طبعا رسمة حلوة، شايفينها أعزائي المشاهدين؟ ايش رايكم فيها؟ أيوة. حلوة؟ تحية. طيب نسمع لها تحية. الكل يسمع لها تحية، شكرا لك يا وجدان. هذه الرسمة الرائعة. نتعرف على المواهب الثانية، تفضل عبد الرحمن. ايش اسمه؟ فارس. كم عمرك؟ ثمان. ايش رسمت نحن وايش سويت؟ ايش معك؟ ثمان شهادتين. طيب دحين نطلع على النص صورنا كيف سويت. نسمع له تحية، نسمع له تحية. تفضل يا فارس. يلا وري الجمهور كيف سويت هذا. الثمار شهادتين. الثمرة الأولى محبة الله. ور الجمهور. الثمرة الثانية محبة الرسول. الثمرة الثالثة محبة الناس. الثمرة الرابعة العتق من النار. الثمرة الخامسة محبة الفوز بالجنة. نسمع له تحية، نسمع له تحية. ما شاء الله ما شاء الله، عمل جيد ورائع. شكرا لك يا فارس، شكرا لك على هذه الثمار. سمعت ايش هي الثمار يا حلوين؟ سمعت ايش هي الثمار؟ طيب نسمع له مرة أخرى تحية. نتعرف على الموهبة الثانية. طيب اختاري ايش موهبة منها؟ طيب بنشوف الحلوات اللي معانا. اسمك يا حلوة؟ ردينة. وانتي؟ روان. ايش معاكم من موهبة؟ انشودة. طيب نتفضل على المسرح، تعالوا معايا نسمع لهم تحية. انت بيتنا الثاني، امي وابي لحاني. انت بيتنا الثاني، امي وابي لحاني. تورد بك يا الحاني مدرستي في وجدان. تورد بك يا الحاني مدرستي في وجداني. بكل الحب والإيمان بالخلق تصنع الأجيال. بكل الحب والإيمان بالخلق تصنع الأجيال. وتزرع في مبادئهم حب الدين والأوطان. حب الدين والأوطان. المعارف أيا وردة تزهو في وسط بستان. المعارف أيا وردة تزهو في وسط بستان. وكل ما فيها يسقيها بقلب المخلص الوجدان. بكل من فيها يسقيها بقلب المخلص الوجدان. اسمع لهم تحية. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. نواصل مع المواهب وجولتنا في الاستوديو، تفضل يا عبد الرحمن. من ممكن بشارك في طيب نشوف اللي معانا. تعرف على هذا الطفل اللي معانا، اسمك؟ محمد الحداد. طيب قوم ورنا ايش موهبتك في انجليزي. طيب قوم ورنا. طيب تفضل يا عبد. محمد أو أحمد؟ محمد. وبالإنجليزي؟ اسمك بالإنجليزي؟ نفسه ولا يتغير؟ My name is محمد معز الحدادي. I'm studying in المعارف schools in third class. The vision of المعارف schools is that we attempt to be our schools as an incubator to make creative leading generation. نسمع له تحية. شكرا لك يا محمد. طيب جاي نتفضلي في النحن. من يعرف انجليزي كمان؟ انجليزي. نتعرف عليك يا حلوة. اسمك؟ زينب. زينب
تتكلمي انجليزي او بتغني؟ غني. طيب نسمع لها تحيه ونستقبلها، تعالي تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ارفعي صوتك. يلا ما نسمعش، تفضلي. My name is Zainab Ahmed Alhamdi. I'm in class 2. My school is Al-Ma'arif Modern School. I want to sing for you sister's song. Sisters forever, sisters like no other, and we will never ever ever leave each other, because you're sisters forever, sisters like no other, and we will never ever ever leave each other. A sister friend together to the end, say sister friend together to the end. Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah, yeah. Sisters forever, sisters like no other, and we will never, ever, ever leave each other. اسمع تحية. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نتعرف على المواهب اللي معنا في الاستديو، تفضل يا عبد الرحمن. من معنا مواهب من هذا المكان؟ تعال انت. يلا من يعرف يلقي شيء هنا. تعال اطلع على المنصة. نظر منها. تفضل. طيب ايش بتقدم لنا احنا؟ الموضوع عن الاغاني. طيب تكلم ايش عندك؟ السلام عليكم يا طلابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم، بماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه؟ أحسنتم، بالصدق والأمانة. إذا ما هي الأمانة؟ الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها، فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف أخلاق المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. ومن أمثلة الأمانة، إذا أوضع صديقك حقيبته عندك فعليك أن تحفظها ولا تعبث بها، وحفظ الأسرار من الأمانة. الأب الأم وتمن على أبنائه وأسرته بالرعاية والتربية والنفقة. في المعلم مؤتمن على طلابه بالتعليم والتربية والتوجيه. فالمسلم مؤتمن على دينه، وعليه أن يحافظ عليه وأن يقوم بطاعة الله تعالى وأن يتحلى بالأخلاق الحسنة. أحسنت ما شاء الله عليك. اسمع له تحية. كلام جميل ورائع، ما شاء الله عليك يا شريف. طيب شوفي ان احنا مواهب من ذيلا. طيب مين كمان يبي يشارك؟ من عنده موهبات؟ تفضلي يا حلوة، تفضلي على المسرح. اسمك مين؟ فرح. فرح كم عمرك؟ 9. صف كم؟ 4. ايش عندك من موهبة؟ الشعر. تفضلي يا فرح. نجم تلألأ في السماء فأشرقت، عين الصبي لنوره ترقرق، ومن حوله كل النجوم تجمعت، كمصباح في وسط الدجى يتألق، وتملكت قلب الصبي بحسنها، حتى غدت كغصون ورد مشرق، زادته في النفس إسرارا ورغبة، لما رأى في الظلام الرونق. فهل عرفتم من تكون نجمتي، ومن التي لها أنغام قصيدتي تتدفق؟ هذه مدرستي التي أزهو بها بين المدارس في المكلا أجمع، هذه معارفنا، عروس بالحسن تجملت، علم تجلى في الأكوان يحلق. اسمع لها تحية. أحلى تحية الفرح. يا شيء ما عادش فينا احنا شيء. طيب نتعرف على موهبة ثانية، من عندها موهبة تفايدها؟ طيب نتعرف عليكي، اسمك؟ آلاء. آلاء، ايش عندك يا آلاء من موهبة؟ صوف. نطلع نحن وآلاء، تفضل يا آلاء. طيب يا آلاء ورينا أعمالك. القبعة اللي تحطون فيه الكوب. أيوة. حاجات وزهور كمان، بس
طيب نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين، نشوف أعمال آلاء في حياكة الصوف. طيب يا آلاء، من عمر كم تعلمتي؟ 7. 7 سنين في أول ابتدائي؟ أيوة. الحين صف كم أنتي؟ 5. ما شاء الله عليك، عندك أشياء غير هذا تسوينهم؟ أيوة، مثل حق جوالات الحماية. أيوة. والزهور وألعاب حاجات. شكرا لك يا آلاء، ما شاء الله. اسمع تحية، اسمع على تحية جمهور. الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شفنا حاجات عجيبة ما شاء الله من الصغيرين. بالفعل يا طيوب، أعمال رائعة، مواهب جميلة وإبداعات.